السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملنا زوم على التقاء الحائط الكيرتن وول ده مع الكيرتن وول هنا، هنلاقي هو في الآخر عمل قفلة للحيطة دي وعمل قفلة للحيطة دي. طيب أنا عايز أغير شكلها، هعمل سيلكت عليها كده، وبعد كده هاجي هنا من أخليها أنبين بحيث تبقى ينفع إن أنا أعدل فيها، بحيث إن هو يفتح لي الخصائص إن أنا أغير التايب بتاعتها. وابدا ادخل واختار مثلا التراب بالشكل دوت، اقول اوكي فيبدا يغيرها لي للشكل دوت، فبين شكلها مقبول زي ما بيحصل في الواقع.